دير كله حلو، بس أحلى ما فيه واللي أنا عم عيشه بعد إيماني وتجربتي الشخصية مع يسوع المسيح، تعرفت لعائلة مليانة محبة ومليانة فرح، وهذا الشيء ساعدني إنه إنما أكثر مع الرب يسوع المسيح، وأعرف أكثر وأختبر أكثر شقد لذة الحياة المسيحية وشقد حلوة هي العائلة المسيحية. والشيء اللي عم نعمله هون بالدير كفريق وأمور عم نحضرها مع ربنا لحتى نجهز شيء من أجل شعبنا ومن أجل بلادنا لحتى يعرفوا حقيقة خلاص المسيح وفرح المسيح ومعنى الحياة المسيحية اللي عم نختبرها كل يوم بهذا المكان.